أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دور نادي راشد للفروسية وسباق الخيل على الحفاظ على سباقات الخيل كتراث أصيل وجزء من الهوية البحرينية العربية الخالصة ومواصلة حضورها المتميز في مملكة البحرين لما تحظى به من دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونوه سموه بالشباب البحريني ومحافظته على هذا التراث سيرا على نهج الآباء والأجداد وتحقيق صورة مشرفة لمملكة البحرين في رياضة الفروسية والتي تعددت اليوم أنشطتها. جاء ذلك لدى حضور سموه مهرجان سباق الخيل الذي أقيم على كؤوس سمو ولي العهد وذلك بنادي راشد للفروسية بمنطقة الرفة بالصخير ولدى وصول سموه إلى نادي راشد للفروسية كان في الاستقبال سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من أصحاب السمو. وأشاد سموه بالجهود الطيبة التي تبذلها الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة في الأعداد والتنظيم لموسم سباقات الخيل وإسهامه الوافر في تأكيد هذه الرياضة ورفع الوعي بها كونها مرتبطة بالثقافة والتراث البحريني خاصة وأن مملكة البحرين لها سبق ريادة في الحفاظ على الخيل العربية وما ارتبط بها من أنشطة الفروسية معربا سموه عن سروره بما شهده السباق من منافسات قوية أكدت على الاستعدادات الكبيرة لهذه السباقات التي تشهد حماسا وحضورا جماهيريا متميزا. مهنئا سموه الفائزين بكؤوس السباق الذي حضره في كأس صاحب السمو الملكي لولي العهد لسباق الخيل سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وفي ختام السباق تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتتويج الفائزين حيث قدم سموه كأس الهيئة العليا للنادي إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة ثم قدم سموه كأس أوكس البحرين إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس كما قدم سموه كأس سمو ولي العهد للجياد العربية إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي وكأس سمو ولي العهد للنتاج المحلي إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة ثم قدم سموه كأس سمو ولي العهد للجياد المستوردة إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. وكان مهرجان سباق صاحب السمو الملكي ولي العهد لسباق الخيل شهد عددا من الفعاليات الترفيهية والعائلية التي استقطبت جماهير كبيرة فيما اشتمل السباق على 5 أشواط.